وينضم إلينا من العاصمة الهندية نيودلهي موفد التلفزيون المصري محمد عبد الله. بعد التحية محمد، يعني ضعنا في تفاصيل ما شهده اليوم من محطات خلال زيارة الرئيس السيسي للهند، وما هو متوقع من لقاءات خلال الساعات القادمة. يعني خلال الساعات القادمة لا يتبقى إلا هناك عشاء رسمي يقام على شرف السيد الرئيس، وهناك اليوم الأبرز وهو الدعوة الرسمية التي تلقاها السيد الرئيس لحضور يوم الجمهورية، قضية شرف رئيسي في هذه الاحتفالية. لكن اليوم هو يوم فارق للغاية في تاريخ العلاقات المصرية الهندية. تم الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أرحب، وهو مستوى العلاقات الاستراتيجية. دعينا نتوقف أمام ما حدث اليوم وكيف هو فارق في تاريخ هذه العلاقات، وماذا يعني أن نرتقي بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي. معنا معالي السفير وائل حامد، سفير مصر بالهند. أهلا بحضرتك معالي السفير. يعني هناك فرحة كبيرة لمسناها من الجانب الهندي لما تمخض عنه من لقاءات بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تمخض أيضا عنه من نتائج. في البداية، كيف يعني أن نصب العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، وماذا يعني هذا؟ شكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة يعني أنت تفضلت شاكرا ووصفتها بلحظة فارقة في العلاقات ما بين البلدين، وده وصف دقيق. الحقيقة العلاقات ما بين مصر والهند طول عمرها علاقات عميقة ومتشعبة، ولكن عمرها ما وصلت لمرحلة التعاون الاستراتيجي أو الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها النهاردة خلال المؤتمر الصحفي. ماذا يعني المشاركة الاستراتيجية أو الشراكة الاستراتيجية بين البلدين؟ تعني أن هناك العديد من المجالات التي نحن متفقون عليها أنها ستشكل الأساس، العمود الفقري لهذه العلاقات. ربما أولها العلاقة في المجال الدفاع والمجال الأمن بشكل عام، وتم الاتفاق النهاردة، ويمكن يكون خير دليل على ذلك أن احنا بكرة خلال الاحتفال بعيد الجمهورية ستكون في كتيبة مصرية مشاركة جنبا إلى جنب مع في العرض العسكري اللي بتشارك فيه القوات الهندية، وده أكبر دليل على أن هناك فعلا علاقة حميمية جدا ما بين الجانبين في هذا الموضوع. النهاردة كذلك تم الحديث بين فخامة الرئيس ورئيس الوزراء الهندي على العديد من الموضوعات في العمود الثاني أو العمود الفقري الآخر في العلاقات الاستراتيجية، وهو المكون المتعلق بالتنسيق السياسي ما بين البلدين. وبنجد أن البلدين طول عمرهم في بينهم تنسيق سياسي، واللي يمكن السنة دي الهند وجهت أيضا الدعوة لمصر للمشاركة في مجموعة العشرين خلال فترة الرئاسة الهندية. ده معناه أن التنسيق ماشي على جميع المسارات، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر في مختلف الموضوعات، سواء كانت موضوعات إقليمية أو موضوعات دولية. خصوصا وبيزداد أهمية هذا الموضوع في ضوء أن العالم كله بيشهد حالة من الاضطراب في المرحلة الحالية، فوقوف الدولتين مع بعض شيء مهم جدا لتوصيل صوت الدول النامية، سواء في الموضوعات الاقتصادية زي ما تكلمت في موضوع في إطار مجموعة العشرين، أو في المجال الثنائي في العلاقات الثنائية. الجزء الثالث من العلاقات الاستراتيجية ما بين بلدين العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ويمكن احنا خلال السنة اللي فاتت شفنا دفعة كبيرة جدا في هذه العلاقات بوصول حجم التجارة ما بين بلدين إلى مستوى إلى قمته، وصلنا تقريبا لحوالي 7.5 مليار دولار، ارتفاعا من 4 مليار دولار في العام اللي قبله. وده معناه ان حتى في ظل أزمة كورونا، حتى في ظل ظروف الأزمة الأوكرانية وما ترتب عنها من اضطراب في سلاسل الامداد، تمكنت الدولتين من ان هم يحققوا طفره كبيره جدا في العلاقات. وده معناه ان عندما تعود العلاقات الى الاوضاع الاقتصاديه الدوليه تعود الى سابق عهدها من الاستقرار، ونامل ان يتم هذا سريعا، العلاقات التجاريه ستشهد ازدهار كبير. ولذلك السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء الهندي اليوم اعلنوا ان احنا سنسعى خلال الفتره القادمه ان احنا نحقق 12 مليار دولار خلال السنوات القليله القادمه. في الاستثمارات كذلك، الاستثمارات شهدت طفره كبيره جدا خلال السنه اللي فاتت في مجالات متعدده. معالي السفير، يعني ما متطلبات مصر فيما يتعلق بدعم الغذاء وفي الداخل المصري، وهل من هناك من سلع غذائيه يمكن ان تكون ما بين الجانبين المصري والهندي، ان مصر تقدر تدعم الهند بالاسمده وفي مقابل استيراد القمح او ما الى ذلك؟ الحقيقه احنا تحدثنا في هذا الموضوع، تم الحديث في هذا الموضوع ما بين السيد رئيس الجمهوريه ورئيس الوزراء ناريندرا مودي،
وكان هناك توافق كبير جدا السنة اللي فاتت في تحديدا في شهر ابريل تم اعتماد الهند كدولة منشأ للقمح المصري، ولكن للأسف لم تشهد العلاقات التجارية في هذا المجال طفرة كبيرة نتيجة حالة الجفاف التي أصابت الهند. نأمل قريبا أن يتم رفع حظر التصدير عن القمح الهندي، للجانب الهندي أعرب عن اهتمامه كذلك باستيراد السماد المصري، لأن ده بيحقق له برضه الباكج الكامل بتاع الأمن الغذائي، لأن الأمن الغذائي ليس فقط إنتاج ولكن أيضا كيف أن احنا ندعم هذا الإنتاج ونطور هذا الإنتاج ويستمر في الكثافة بتاعته المعتادة. أخيرا فندم، يعني دلالات دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور يوم الجمهورية بالغد وملامح هذا الاحتفال لدى الجانب الهندي؟ لا، الدلالات كثيرة الحقيقة، يعني يمكن أبرز هذه الدلالات أن يعني احنا دايما نتكلم على فترة الخمسينات والستينات ونتذكر دائما الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس الوزراء الهندي السابق جواهرلال نهرو، ونقول دايما دي يعني قمة ازدهار العلاقات ما بين البلدين، ولكن نتذكر دائما أن حتى في قمة العلاقات ما بين البلدين لم يتم توجيه دعوة إلى رئيس جمهورية مصر العربية سابقا للمشاركة في يوم الجمهورية. هذا يحدث هذا العام، وده يدل على ان هناك اهتمام كبير جدا، مش ان احنا نرجع لسابق عهد العلاقات بتاعه الخمسينات والستينات، لا، ان احنا نوصل لمرحله اكثر تطورا واكثر تلبيه لمتطلبات البلدين تتلائم مع المعطيات العصر الجديد، وبنسميها كما تم الاتفاق عليه بنسميها مرحله المشاركه الاستراتيجيه بين البلدين. شكرا جزيلا الشكر معالي السفير وائل حامد سفير مصر والهند، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا فندم، شكرا. بالتأكيد زيارة هامة، ومثل ما أشرنا هي زيارة فارقة في تاريخ البلدين، وتعاون كبير سوف تشهده، زخم كبير سوف تشهده العلاقات الثنائية ما بين مصر والهند ما بعد الزيارة الثالثة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، والتي بنت على الزيارتين السابقتين التي أجرهما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014 و2015. ومن ثم ننتظر أن تدفع هذه الزيارة مثلما تم الإشارة إلى زيارة إلى آفاق أرحم ما بين الجانبين المصري والهندي. أعود إليكم من جديد. شكرا لك محمد عبد الله، موفد التلفزيون المصري لنيو دلهي.